من إجراء التجربة العشوائية وحصر فراغ العينة شن هو الحدث. يعرف الحدث على أنه مجموعة جزئية من مجموعة فراغ العينة، أي فراغ العينة اللي موجود قدامي أنا ممكن يكون كيف ما كان عندنا في المثال هذا بالشكل هذا، أن فراغ العينة واحد واثنين وثلاث وهكذا، أولى أول وأولى ثاني وغيرها من إذا كان نحن أخذنا أي جزء منها سواء كان عنصر واحد أو عنصرين أو أكثر من عنصر أو قد تكون المجموعة ككل، وبالتالي هنا نقدر نقول عليه فراغ العينة. لما أخذنا نحن رمي زارة النرد قلنا الاس تساوي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، هذه مجموعة كل النتائج التي يمكن الحصول عليها من إجراء تجربة عشوائية وسميناها S. عرفنا نحن الحدث الآن، الحدث قد يكون يرمز له بالرمز A ونقول عليه مثلا حصول على رقم واحد، يبقى الـ A هنا في الحالة هذه نقدر نقوله تساوي شنو؟ واحد، وبالتالي هي مجموعة وتعتبر مجموعة جزئية من مجموعة فراغ العينة اللي ذكرناه. يبقى مجموعة فراغ العينة هي مجموعة تحتوي قد تكون على عنصر أو أكثر، ولا يشترط أن يكون شاملا لجميع التجربة العشوائية، يعني الحدث لا يشترط أن يكون شامل ولكن أحيانا قد يكون شامل، قد يحتوي على عنصر واحد عنصرين ثلاثة وغيرهم من العناصر. يرمز عادة للحدث بأي رمز من الرموز اللاتينية مثل الـ A والـ B والـ C حسب نحن المنهج المقرر علينا يستخدم في الرموز الإنجليزية اللي هن الـ A B C وغيرها من الحروف سواء كانت كابيتال أو سمول، وبالتالي الحدث يمكن التعبير عنه بأحد الرموز اللي ذكرناها. عندنا زي ما موجود عندي الآن في الرسمة نقدر نشوف هذا، هذه مجموعة تحتوي على واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، والمجموعة هذه داخل إطار شامل نسموه نحن الاس، هنسموه شنو؟ الاس ككل. لو فرضنا أن الاي هي اللي موجودة باللون الأحمر اللي هي رقم واحد واثنين، يبقى الاي إذا كانت الاي واحد واثنين نقدر نسمي الاي هذا حدث ويحتوي على عنصرين فقط. وقد يكون عندنا حدث آخر زي البي، البي تحتوي على ثلاثة، أي وين هي البي في الرسمة؟ هي الدائرة هذه الرمادية اللي تحتوي على عنصر واحد وهو يسمى العنصر ثلاثة، ويشترط أن في الأحداث سواء كانت بسيطة أو مركبة حسب ما نقولوهم بعدين يحتوي على رموز داخل الفراغ يكتب داخل أقواس امتان. نجو للحدث الآخر اللي هو لو خذينا الحدث C وقلنا هو أربعة وستة، وبالتالي الحدث يحتوي على عنصرين من هذين. ناخذ نحن أن تعرفوا على